أرجو إن ما يكونش الموضوع تقيل عليكم، بس أنا حابة الموضوع ده لأن كلكم هتقابلوا العيانين دول. لأن الحقيقة لو شفنا ليه هنقابل العيانين دول، لأن ده ديزيز البريفلنس بتاعه عالي جدا. لو شفنا المناطق المختلفة وورلد وايد هنلاقي إن إحنا عندنا ريت عالي جدا، تقريبا 32% من البوبيوليشن عندهم نون ألكوهوليك فاتي ليفر ديزيز. مش بس في الكبار، ده كمان الصغيرين الأطفال، ودي ابتدت معلش معلش عشان اللي بيشجعوا فوق. ده ايه؟ مين اللي جاب جون؟ أكيد الزمالك طالما ولادي فوق، طالما ابني مهيص يعني. المهم فالبريفلنس مش بس عالي كده في العيانين الكبار، كمان الورلد وايد بريفلنس في الديزيز ده في الأطفال كمان increasing. تقريبا 7 ل 10% من الاطفال بقى عندهم نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، وده ليه؟ لان البريفلنس بتاع الاوبيزيتي از رايزنج. الريسك ده في العيانين الدايابيتك بيبقى دابل، يعني بدل 32% بنوصل في الدايابيتك ل 67% بيبقى عندهم نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز. الريسك اوف استياتوزس ايا كانت الطريقه اللي انت بتديتكت بيها more than doubled في العيانين الديابيتك عن الجنرال بوبيوليشن، سواء بقى انت شخصته بسي تي، بالترا ساوند، بكاب، بام ار الاستوجرافي. فلو قارنا النورمال بوبيوليشن كومبيرد للديابيتك، فهنلاقي الاستياتوزس اعلى في العيانين دول. الحاجه كمان الريسك اوف فايبروزس بيبقى اعلى في الديابيتك عن النون ديابيتك بوبيوليشن، ايا كان برضو الطريقه اللي انت بتديتكت بيها فايبروزس، سواء كان فايبرو تيست نافل فايبروزس سكور او فايبرو سكان. ايه بقى علاقه السكر بالنون الكوليك فاتي ليفر ديزيز؟ العلاقه بتبتدي او السكه بتبتدي منهم هما الاثنين من ناحيه الاديبوستي سنترال اوبيزيتي. سنترال اوبيزيتي طبعا بتطلع فري فاتي اسيدز كتيره، بتطلع سايتوكاينز، بتقلل هرمونز مهمه كانتي انفلاماتوري انتي استياتوتيك زي الاديبونكتين. والبيج بلاير في القصه دي كلها سواء في سكر او في نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز هي الانسولين ريزيستنس. اذا الانسولين ريزيستنس بتعرض العيانين لنون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، والحاجه الثانيه بتعرض نفس العيانين دول لان يجي لهم سكر. مش بس كده، ان كمان يجي لهم كارديوفاسكولار ديزيز. ولو عرفنا ان النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز اكتر سبب للوفاه في العيانين دول قبل ما يوصلوا لمرحله السيروزس هي كارديوفاسكولار. لما بيوصلوا لمرحله السيروزس طبعا بيبقى ليفر ريليتد مورتاليتي دي كومبنسيشن واتش اس سي وغيره، لكن قبل كده اكتر سبب بيموت العيانين دول هو الكارديوفاسكولار مورتاليتي والاكسترا هيباتيك مالجنسي. العيانين دول بيبقى لايبل للحاجتين دول، اكسترا هيباتيك مالجنسي بالاضافه طبعا للاتش اس سي لما العيانين يجي لهم سيروز او حتى من غير ما يجي لهم سيروز. اذا النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز سوري بيعرض العيان لسكر، وجود السكر بيخلي العيان مور بروجريسد لو هو نفع. تمام؟ مش بس كده، كمان ده وجود النون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز في عيان السكر بيزود المايكرو فاسكولار والماكرو فاسكولار كومبليكيشنز في العيانين دول. وعشان كده الجايد لاينز بتقول ان لما يبقى عندك عيان ديابيتك يو هاف تو سيرش في العيان ده عنده نافلد ولا لا. تمام؟ وهنتكلم بعد شوية عن تغيير المسمى بتاع النفخ وليه الاتجاه ناحية تغيير المسمى. يبقى إذا عيانين الديابيتك كلهم should screen for non-alcoholic fatty liver disease، وأي عيان عنده metabolic risk factors should be screened for both diabetes and non-alcoholic fatty liver disease. زي ما احنا شايفين ال non-alcoholic fatty liver disease مش ديزيز خاص بالليفر لوحده، ده multi-system affection. وبالتالي حتى في الكلام دلوقتي على ان ده مالتي ديسيبلينري ابروش، لازم يبقى كذا حد بيتعامل مع العيانين دول، لان زي ما احنا شايفين الكارديوفاسكولار، انا لسه قايله انا مين كوز اوف ديث في العيانين دول، العيانين دول اكثر عرضه للسي كي دي طبعا كاردياك سواء كان اثيروسكلروتيك او غيره. النون هيباتيك مالجنسي كومن في العيانين دول، الجول ستون والاوبستراكتيف سليب ابنيا كمان عالي. طب هو عباره بقى عن ايه؟ نتكلم الاول خالص عبارة عن إيه النون ألكوهوليك فاتي ليفر ديزيز. نون ألكوهوليك فاتي ليفر ديزيز يعني كمية الفات اللي في الليفر أكتر من 5%. لكن يعني بديتكت استياتوزس، أول حاجة بتطلعها لنا إن في استياتوزس هي الألترا ساوند، إنك تعمل ألترا ساوند للعيان لأي سبب من الأسباب بيجي لك بسونار إن ده برايت ليفر أو فاتي ليفر. تمام؟ يبقى في استياتوزس.
عشان اقول ان ده نون الكوهوليك يبقى لازم استبعد حاجتين، استبعد ان العيان ده عنده significant alcohol consumption، ويعني ايه significant alcohol consumption according للايزل يعني 30 جرام بير داي فور فيميلز و20 جرام بير داي ان ميلز. تمام، يبقى ده اول سبب لازم يبقى excluded في العيان وده بالهيستوري. حاجه الثانيه اكسكلود اذر كوزز اللي ممكن تعمل فات ديبوزيشن في الليفر زي الهيباتايتس سي والهيباتايتس دي وبعض الادويه اللي ممكن تعمل كده. تمام، يبقى لازم اكسكلود كل حاجه، وفي الاخر اقول ان العيان ده نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز. مش كل عيان النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز حاجه واحده، هما تو سبيكترام كبار، في منهم الاغلبيه من الناس بيبقوا نون بروجريسيف او سلولي بروجريسيف، خلينا نقول ان هي استياتوزس سمبل استياتوزس يعني وجود فات وبس. ده في كنا زمان بيقول ان ده نون بروجريسيف، لكن هو الحقيقه فيري سلولي بروجريسيف. السبيكترم الثاني وده الاخطر وجود ايتس، وجود انفلاميشن مع الاستياتوزس ده ينديوس انفلاميشن في الليفر فيعمل استياتو هيباتايتس. وطبعا الاستياتو هيباتايتس دي بروجريسيف، تنتهي بفايبروزس، تنتهي بسيروزس، وطبعا اتش اس سي. خطوره الامور كمان ان الاتش اس سي ممكن تحصل من غير ما نوصل للستيج اوف سيروزس، ودي اهميه الديزيز. اذا احنا الناش هو اللي بيبروجريس الى فايبروزس وفايسيروزس وهكذا. الحاجات اللي بتزود البروجريشن تمشينا في الريسك ده وجود دايابيتس رجعنا له تاني، وجود جينيتك فيريانت مهمه تانيه، وجود سيدنتري لايف، وجود اوبيزيتي، وجود بروجريسنج ايج. طبعا بما ان التركيبه دي هي اللي بتؤدي الى نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، الاوبيزيتي والانسولين ريزيستنس والدايابيتس كارديوفاسكولار ريسك، فكلها ميتابوليك ريسك فاكتورز. عشان كده كان الاتجاه في 2020 International Consensus Panel تحت الأمبريلا بتاعت الإيزل والأمريكان أسوسيشن of the Study of Liver Disease suggesting تغيير المسمى، تغيير المسمى من Non-Alcoholic Fatty Liver Disease إلى Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease. أنا لسه كنت بقول من شوية إن أنا بعتمد على الإكسكلوجن، يعني بيجي لي عيان عامل سونار مطلع إن فيه برايت ليفر، لازم أستبعد له كل حاجة عشان أقول في الآخر إن ده نون ألكوليك فاتي ليفر ديزيز، وده ديفكت. الحاجة التانية إنه بيعامل العيانين كلهم حاجة واحدة، إن كلهم نون ألكوليك فاتي ليفر ديزيز. ممكن يبقى عيان الإنفايرومنتال فاكتورز واخدة دول أكتر، ممكن عيان تاني الجينيتك باك جراوند هي اللي تبقى أكتر، وبالتالي الريسبونس للدواء في العيانين دول غير بعض. فده ديفكت تاني للمسمى. حقيقة ما كانش بس في 2020 المحاولة لتغيير المسمى دي، ابتدت من 2002 على كذا ميتنج للإيزل والأمريكان أسوسيشن، لكن السترونج ماشي دلوقتي من 2020، وحطوا بناء على كده ألجوريزم عشان أشخص الميتابوليك ديسفانشن أسوشيتد فاتي ليفر ديزيز. قال لك لو أنت لقيت الإيميجينج إن العيان ده عنده استياتوزس يعني عنده إنكريس فات ديبوزيشن في الليفر، لقيته ان هو اوبيز او اوفر ويت يعني البودي ماس اندكس بتاعه فوق 25، يبقى ده ميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز. ادي اول مجموعه. المجموعه الثانيه لو كان عنده استياتوزس ودايابيتك، تقدر تشخص ان العيان ده ميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز. طب لو هو لين بودي ويت ومش دايابيتك، ولقيت عنده فاتي استياتوزس بالسونار، لقيت عنده برايت ليفر او فاتي ليفر بالسونار، تقدر تشخص ان العيان ده ميتابوليك ديسفانكشن اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز؟ يس. اتحط الخمسه اللي احنا عارفينهم كلنا بتوع الميتابوليك سندروم، اللي هي الويست سيركمفرنس والبلاد بريشر والترايجليسرايدز والاتش دي ال ووجود الديابيتس او بري ديابيتس، الخمسه اللي احنا عارفينهم في الميتابوليك سندروم، زودوا عليهم اثنين كمان الهوما اي ار اكتر من 2.5 والهاي سنسيتيف سيري اكتيف بروتين اكتر من 2 اكتر من 2، بقوا سبعه. لو العيان اللين بودي ويت ومش دايابيتك ولقيت عنده بالسونار استياتوزس وعنده اثنين من الميتابوليك ريسك فاكتور دول، تقدر تشخص ميتابوليك ديسفانكشن اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز. ميزه الديفينيشن ده اللي هم في الاتجاه لتغييره ان انا اقدر اشخص الفاتي ليفر دلوقتي في وجود اتش سي في، اقدر اشخصه حتى لو العيان بياخد الكول، اقدر اشخصه حتى لو العيان عنده هيباتايتس بي فور اكزامبل. اذا اقدر اشخصه في وجود سبب تاني عامل استياتوس، ستيل اقدر اشخص ميتابوليك اسوشي. طب هو ايه بقى اللي بيعمل فاتي ليفر؟ ده الديفينيشن والاتجاه ناحيه تغيير الديفينيشن، وعرفنا الكونسبت بتاع تغيير الديفينيشن ليه. هو الفات بيروح الليفر منين؟ ايه السورسز اللي بترسب فات في الليفر؟ الليفر بيروح له الفات من ثلاث اماكن،
من الفاتي دايت اللي الفات اللي احنا بناخده دوت بيروح للاديبوس تيشو يتخزن في الاديبوس تيشو وبعد كده يطلع في صوره فري فاتي اسيدز يروح للليفر يترص. يبقى الاكسس فات اللي احنا بناكله ده كلنا ده هيبقى سورس. الحاجه الثانيه الفركتوز اللي احنا بناخده في الدايت. الفركتوز هو في تصنيع في الليفر لدينيفو ليبيد ليبيد سينثيسز، الليفر بيصنع ليبيد. الفركتوز الحقيقه اللي موجود في الدايت بيمشي السكه في سوق في الباس واي بتاع الدينيفو ليبيد لايبوجينيسيس. المصدر الثالث التصنيع المحلي اللي في الليفر. يبقى احنا جاي لنا من الاديبوس تيشو، جاي لنا من الدايت الهاي دايتري فات والفركتوز اللي بيمشي المصنع. الليفر بيتخلص من الفات اللي جاله برضه في ثلاث صور، يبقى زي ما جاله من ثلاث اماكن هو بيتخلص منه في ثلاث صور. الصوره الاولانيه انه يدخل للميتوكوندريا ويبقى اوكسيدايز، ميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن. ادي اول مصدر. المصدر الثاني ان يركب يتحمل على بروتين ويدخل ويخرج من الليفر في صوره الفيري لو دينستي لايبو بروتين. المصدر الثالث انه يفضل في الليفر ويترسب في الليفر. ولما يترسب في الليفر خصوصا لو كان لايبوتوكسيك ليبيد زي الدايسايل جليسرول والسيرامايدز ده بيندوس انفلاميشن، والانفلاميشن هيندوس انجري. في وجود طبعا موديفيكيشنز كتيره، موديفاير منها الجات مايكروبيوتا، منها الاديبوتوكسينز، منها حاجات كتيره بتمشي السكه في صوره هيباتوسيلولر انجري. وونس حصل هيباتوسيلولر انجري هنكمل بقى للفايبروزس والسيروزس. وهذا الحاجات بقى اللي بتزود البروجريشن قلناهم الانسولين ريزيستنس، دايابيتس، النيوتريشن ونقص يعني الهاي فات دايت والفراكتوز والسيدنتري لايف، انسولين ريزيستنس، الديسبايوزس، وكل ده بيزيد في وجود الدايابيتس. طيب هنعمل بقى ايه للعيان؟ هاو تو دايجنوز العيان ونريسك ستراتيفاي، لان مش كل احنا لسه قايلين ان البوبوليشن اللي افكتد تقريبا 32%، مش كل دول محتاجين علاج ومش كل دول محتاجين تدخل. احنا هنختار منهم العيانين اللي اتريسك انهم يمشوا السكه للاخر. مين هما؟ هنطلعهم ازاي؟ انا زي لو قلنا دول كلهم عندهم استياتوزس، انا عايزه اطلع منهم العيان ده اللي عنده ناش من وسط دول. طب اطلع ده من وسط الكل ازاي؟ هنشوف. زي ما قلت ان الالترا ساوند بيشخص ان في فاتي ليفر، ما يقدرش يقول ان في ايتس، ما يقدرش يقول ان في انفلاميشن، ولا يقدر يقول ان في ايرلي سيروزس، لكن يقدر يقول ليت سيروزس زي ما بيشخص السيروزس في الادفانسد ستيج. لكن انا مش هستنى للادفانسد ستيج، انا عايزه اشخص في الستيج اللي فيها ايرلي فايبروزس عشان امنع البروجريشن. تمام. طيب هنشخص، يبقى اول حاجه ان انا يبقى عندي حاجات تشخص لي ان في استياتوز. زي ما قلنا الالترا ساوند، الترا ساوند فيري سنسيتيف انه يطلع استياتوزس، بس الكميه قد ايه استياتوزس؟ احنا لسه قايلين ان الفاتي ليفر بنشخصه فوق 5%، للاسف الالترا ساوند ما بيطلعش غير فوق 30%، يعني بيطلع مودريت استياتوزس وطالع. مايلد استياتوزس برضو الالترا ساوند مش سنسيتيف ليه. مين اللي سنسيتيف انه يطلع ليفلز اقل من كده للاستياتوزس؟ الام ار تكنيك، سواء بالبروتون دينستي فات فراكشن او الام ار سبكتروسكوب، ده بيطلع 5.6 كميه فات في الليفر، فبيشخص العيان very early. طب في حاجه اسمها كاب منكم هيسمعها كتير، الكنترول ده اتنويشن بارامتر اللي موجود مع الفايبروسكان. دايما اللي بيبعت عيان يعمل فايبروسكان بيجي له بنتيجتين، حاجه بالكيلو باسكال وحاجه نتيجه الكاب. الكاب ده بيكوانتيفاي كميه الفات اللي في الليفر خلاص. لكن لحد دلوقتي الحقيقه في اختلاف في الكاب، في الكات اوف بوينتس اللي يختاروها عشان اشخص الجريدنج مختلفه من الاستياتوس. اذا ده اول حاجتين بنشخص بيهم، الاول ان عندي استياتوزس، دي اول خطوه، دي اول حاجه بعملها ان انا عندي استياتوزس. احنا قلنا من الالجوريزم بتاع ان انا احط العيان في نون الكوليك او ميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز ان انا عندي استياتوزس، هديتكت ايه الاستياتوزس؟ يا بالالترا ساوند يا بالام ار تكنيك يا بالكاب. تمام. بعديها لازم اعمل بقى ستيجنج للعيان، اشوف هو ده العيان ده ات ريسك ولا نوت ات ريسك. لو شفنا هنا السيرفايفل ده بتاع العيانين دول اف 0 اف 1، السيرفايفل بتاعهم زي العيان اللي ما عندوش نفس. اذا مين الخطوره عند مين؟ العيان الاف 2 وطالع. يبقى لان السيرفايفل بتاع العيانين دول بيقل، فالمطلوب مني بعد كده في المرحله الجايه ان اطلع مين اف 2 وطالع. تمام. هطلعه ازاي؟ هل اقدر اقول ان اللي عنده ليفر انزيمز عاليه يبقى ده عنده ناش، واللي ما عندوش ليفر انزيمز عاليه
يبقى ده استياتوزس، سمبل استياتوزس. لا للاسف ما اقدرش اعتمد على الليفر انزيمز. ليه؟ لسببين، ان عيانين كتير بيبقى عندهم ناش والليفر انزيمز نورمال. الحاجه الثانيه هيستوباثولوجيكالي مش كوريليتد بالليفر انزيمز، فما اقدرش اعتمد على ارتفاع من عدم ارتفاع ان احط العيان ده ناش ولا لا. الجولد ستاندرد هي مين؟ الجولد ستاندرد هي البيوبسي، لكن طبعا ما اقدرش اعمل بيوبسي لديزيز البريفلنس بتاعه 32%. الحاجه الثانيه انها ليها فاريابيليتي، ان انا لو خدت قريت السكشن هنا في الحته دي هطلع فايبروزس جريد غير لو انا قريت السلايد في الحته دي، ففيها اصلا سامبر فاريابيليتي وفيها انتر اوبزرفر فاريابيليتي. الحاجه الثانيه ليها ريسك وليها كومبليكيشنز وليها مورتاليتي، ما اقدرش اعملها في ديزيز البريفلنس بتاعه عالي قوي كده. فبندور على نون انفيزيف تيست. الدان انفيزيف تيست دي في منها حاجات سيمبل جدا، ودي اللي انا عايزه حضراتكم تعرفوها ايه هي الحاجات السيمبل دي. دي من السكورز كده بتتحسب من اللاب اللي العيان جاي لك بيه، اللي بيتابع بيها العادي خالص، مفيش لاب سبيسيفيك، اللي هي الليفر انزيمز والليفر فانكشن اند السي بي سي بتاعت العيان. في مور كومبليكيتد مالناش دعوه بيها، وما يعني بتدخل كذا تحليل مع بعض وبتطلع لي في الاخر سكور زي انهانسد ليفر فايبروزس. سيبكم من ده. والحاجه الثانيه الايمجنج اللي بيعتمد على انه يقيس الستيفنس بتاع الليفر، اللي هي الالاستوجرافي بيزد ايمجنج، هنتكلم عليهم بالتفصيل. اذا اهم اثنين سكورز عايزاكم تعرفوهم اللي هو الفيب 4 والنافل فايبروزس سكور. دول موجودين ابلكيشنز على تقدروا تنزلوها او كالكوليترز حتى على النت. الفيب 4 بيحط ايه؟ بيدخل ايه الداتا اللي بيدخلها؟ بيدخل الـ H والـ AST والـ ALT والـ Platelet Count. النافل فايبروزيس سكور بيدخل الـ H، الـ Body Mass Index، الـ Blood Glucose Level، الـ AST والـ ALT والـ Platelet Count والـ Albumin. تمام؟ يبقى دي الداتا اللي بتدخل في الـ Two Applications دول وبتطلع لنا رقم. تمام؟ حطوا لنا اتنين Cut Off، رقمين مهمين جداً. العيان لو طلع أقل من الرقم اللي له Cut Off ده، اللي هو في الـ Fib 4 أقل من 1.3 وفي النافل فايبروزيس سكور اقل من ماينس 1.4، العيان ده ما عندوش فايبروزيس. ديفنتلي العيان ده فيري لو ريسك، وده يرجع للجنرال براكتيشنر بتاعه ومش محتاج اي حاجه غير لايف ستايل موديفيكيشن ويظبط كل الميتابوليك ريسك فاكتورز اللي عنده. تمام؟ ليه؟ لان النيجاتيف بريدكتيف فاليو بتاعت الفاليو بالرقم ده عاليه فوق 90%. تمام؟ الكات اوف بوينت الثاني، الرقم الثاني اللي هو فيب 4 اكتر من 2.6 او النافل فايبروزيس سكور اكتر من 0.6، ده البوزيتيف بريدكتيف فاليو مودريت تقريبا 80%. فتقدر تقول ان العيان ده لو طلع رقمه اعلى من ده ان ده عنده سيجنيفيكانت فايبروز. يتبقى المجموعه اللي في النص الانترميديت. الانترميديت دي محتاجين نعمل لها حاجه ثانيه، والتانيين اللي طلعوا ادفانسد كمان محتاج تاكد انهم ادفانسد بحاجه ثانيه. حاجة تانية دي الايمجينج اللي بيعتمد على الالاستوجرافي، اللي بيعتمد على الريزيستنس بتاع الويف اللي ماشية في الليفر، اللي هو الفايبروسكان، أهمهم الفايبروسكان والام ار الاستوجرافي. التاني اللي كان اللي بيقيس الفات اسمه ام ار بروتون دينستي فات فراكشن أو ام ار سبكتروسكوب. اللي بيقيس فايبروزس ام ار الاستوجرافي. طيب تعالوا نشوف الاثنين. الفايبروسكان الحقيقي لو طلع اقل من 6 ده تماما تبقى مرتاح تماما ان العيان ده نون سيجنيفيكانت، ده هيطلع اف 0 اف 1 وده فيري لو ريسك. ليه؟ لان برضو النيجاتيف بريدكتيف فاليو بتاعته عاليه جدا. طبعا كل ما الرقم يعلى كل ما العيان ده لايبل للكومبليكيشنز اكتر، لان معناها ان العيان ده ادفانسد فايبروزس ولايبل انه يدخل في كل الكومبليكيشنز بتاعه الادفانسد فايبروزس. لكن خلي بالنا ده بيقيس ايه؟ ده بيقيس ريزيستنس في التيشو، مش بيقيس فايبروزس بحقه حقيقي، ده بيقيس ريزيستنس. اذا اي حاجه تعلي الريزيستنس في الليفر هتدي سكور عالي. يعني لو العيان ده عنده انفلاميشن، يعني الليفر انزيمز بتاعته عاليه قوي، تنتربريت الفايبروسكان ريزلت باحتراس شديد، لان الانفلاميشن هيعلي الريزيستنس. وجود كونجشن، لو العيان عنده هارت فيلير وعنده كونجستد ليفر هيدي لك رقم عالي في الفايبروسكان. الكوليستيزس هيديك رقم عالي. فلازم يبقى الحاجات دي تبقى عارف ان انت بتقيس ريزيستنس مش بتقيس فايبروزس. فاي حاجه تعلي الريزيستنس اخرى لازم تتاخد في الاعتبار في الانتربريتيشن بتاع الفايبروسكان. طبعا الام ار الاستوجرافي لو شايفين الاريا اندر ذا كيرف بتاعته قد ايه 0.92 والسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعته عاليه جدا للديتكشن اوف ديفرنت جريدز بتاعه الفايبروزس.
اذا انا لما بعمل السكورز الاولانيه اللي سهله جدا وهتلاقوها موجوده ابلكيشنز تنزلوها للعيانين بتاعكم، خصوصا اللي بيشتغل مع عيانين ات ريسك، يعني اللي بيشوف عيانين اوبيز، اللي بيشوف عيانين عندهم ميتابوليك سيندروم، اللي بيشوف عيانين دايابيتك، يعرف ازاي يحسب السكور للعيانين دول. طب انت عشان اقلل المجموعه اللي في الانترميديت ريسك بعمل النكست ستيب ان انا اعمل ايمجينج، فده بيقلل لي كتير المجموعه اللي في الانترميديت ريسك. هنعمل ايه للعيانين بقى في العيانين دول اللي جالك بسونار بيقول لك ان انا عندي ستياتوز؟ هعمل له ايه؟ هنعمل له ستيجنج. هنعمل له ستيجنج بايه؟ هنحسب البيب 4. لو طلع اقل من 1.3 العيان ده لو ريسك، يرجع للبرايمري كير فيزيشن بتاعه يعمل لايف ستايل موديفيكيشن ويعالج الريسك فاكتورز بتاعته ونري اسس بعد 3 سنين. طب لو طلع فوق ال 1.3 لا، نعمل له فيرزر ايمجينج، نعمل تيشو الاستوغرافي، ولو كان الفايبرو سكان بتاعه طلع اقل من 8 اجين يرجع للبرايمري كير فيزيشن وده لو ريسك. اكتر من 8 هنا بقى لازم يعمل ليفر بايوبسي ويتحط اكوردنج للفايبروزس. احنا عارفين طبعا بيطلع الاف لحد اف 4، اف 0 اف 1 ده لو ريسك يرجع تاني للبرايمري كير فيزيشن، الاف 2 اف 3 ما وصلناش لسه للستيج اوف سيروزس فده يتريت كل الميتابوليك ريسك فاكتورز، ولو في نافل دايركت ثيرابي ياخده في المرحله دي. طبعا وصلنا للاف 4 اللي هي للسيروزس يبقى ده محتاج يعمل سكريننج للاتش اس سي ويعمل سكريننج للفاريسيال وجود فيروسز ولا لا. طيب هنعالج بقى العيانين دول ازاي؟ العيانين دول اهم حاجه للعيانين دول هي الويت لوس. سهل ان العيان يلوز ويت حقيقه، لكن الصعب انه يمينتين الويت لوس، فمهم جدا. ليه؟ لان لو العيان فقد 10% من وزنه، 10% من وزنه ده بيرجريس الفايبروزس حتى لو كان العيان وصل للستيج اوف فايبروز. يعني 5% ده بيقلل الانفلاميشن، 7% ناش ريزوليوشن بيضيع معظم البارامترز بتاعه الناش، ويت لوس 10% يرجريس الفايبروزس. طيب حقيقة كان في ميتنج الشهر سبتمبر اللي فات مخصوص للنان الكوليك فاتي ليفر ديزيز، واول مره اول مره يطلع من الايزل اللي هو اليوروبيان اسوسيشن اوف ذا ستادي اوف ليفر ديزيز جايد لاينز طالعه للعيانين، بيشنت جايد لاينز بتشرح لهم في يعني ايه نافل، لان عشان تقضي على الديزيز بالبردن ده محتاج تعاون من ناس كتير، محتاج اولا تعريف بالديزيز للعيان وللميديا ولكل حاجه، لان ده محتاج تكاتف كتير جدا الحقيقه. وطلعوا من ضمن الحاجات اللي قالوها الريكومنديشنز لللايف ستايل موديفيكيشنز اللي هي الويت لوس والاكسرسايز. والريكومنديشن زي ما قلنا الاوبيز يفقد 10%. طب النون اوبيز، حتى النون اوبيز حطوا لهم انهم يفقدوا من 3-5% خصوصا لو كان عندهم ريسنت ويت جين او كان عندهم سنترال اوبيزيتي. وطبعا الحاجات اللي كانت اللي احنا قلنا عليها الهاي فات دايت، الفراكتوز اللي في الدايت اللي موجود في كل المشروبات الغازيه وكل الحاجات الاديتيف للمشروبات اللي بناخدها كلها عباره عن فراكتوز، وزي ما قلنا ده هو نفسه بيحفز الليفر انه يصنع ليبيد. وكان الريكومنديشن لاحسن دايت للعيانين دول هي الميديترينيان دايت. عموما في الجايد لاينز لينا احنا المهم ان العيان ينزل 500 من 500 ل 1000 كالوري من الديلي ريكويرمنت بتاعه عشان يوصل لل 10% ويت لوس، ايا كانت الطريقه اللي هيعمل بيها الويت لوس، ايا كانت الدايتري وان كان الريكومنديشن اللي طالعه للعيانين الميديترينيان دايت. طبعا كلنا عارفين الميديترينيان دايت اللي هي بتبقى هاي في المونو انساتوريتد فات، الريشيو بتاعت الاوميجا 3 للاوميجا 6 بتبقى اعلى، البوليفينولز الفايبرز البروبايوتكس بلانت بروتين، وبتقلل كتير الساتوريتد والترانس فاتس والانيمال بروتينز بتعتمد اكتر على البلانت بروتينز وطبعا السيمبل شوجرز. طيب دي ميتا اناليسيس بتبين ان الميديترينيان دايت فالعيانين دول بتحسن الاستياتوزس وبتحسن البودي ماس اندكس وبتحسن الترايجلسرايدز وبتحسن الانسولين ريزيستنس، لكن ما بتحسنش في المقابل الترانس امينيزس ولا الكوليسترول ولا الويست. طيب الاكسرسايز، هل في ريكومنديشن اكسرسايز احسن من الثاني؟ الحقيقه ما فيش هيد تو هيد ترايل في الاكسرسايز يتعمل ايروبيك اكسرسايز ولا ريزيستنس، وان كان الريكومنديشن بتقول ان يعمل ده وده الريزيستنس تريننج اتليست مرتين في الاسبوع.
لو العيان ما قدرش يفقد وزنه باللايف ستايل موديفيكيشنز ممكن نديله الدراجز اللي ممكن تنزله في الوزن، او لو انديكيتد لاسباب الانديكيشن اللي هي فوق 35 مع كوموربيديتي او غيره يبقى البارياتريك سيرجري. طب النفل ده بقى نفسه هنعالجه بايه؟ للاسف ما عندناش ابروفد تريتمنت للنفل، ما فيش، لكن في البايب لاينز أدوية كتيرة جدا. طبعا أنا مش هستعرضها معاكم لأن دي هتبقى أدفانسد كتير وهتصدعكم، بس أنا هقول لكم ما وراء الأحداث. طب على الأقل لما يبقى جاي لي عيان دايابيتك وعنده نان ألكوهوليك فاتي ليفر ديزيز، من أدوية السكر اللي أنا بديها له أديله دواء ينفعه في الاثنين. فنشوف الأول مين الأدوية السكر ونستعرضها، هل هي بتحسن فعلا النفل ولا ما بتحسنش. أولا الميتفورمين. ميتفورمين طبعا ده الفيرست ثيرابيوتيك دراجز في كل عيانين السكر، بيقلل البودي فات وبيحسن الهيباتيك انسولين ريزيستنس وبيحسن الفات اوكسيديشن، بيقلل الدينيفو لايبوجينيسيس. تمام، لكن مفيش اي هيستولوجيكال امبروفمنت لا في الاستياتوزيس ولا في الانفلاميشن ولا في الفايبروزيس في عيانين النفل. اذا مفيش اي انديكيشن ان انا ادي ميتفورمين لعيان بس عشان نفل، لكن لو هو دايابيتك ونفل انا هديه عشان الدايابيتس. وبرغم ان هو ملوش افكت قوي على النافل، لكن الحقيقه هو بيقلل البروجريشن في السيروزس وبيحسن السرفايفل في عيانين السيروتيك وبيقلل الريسك بتاع الاتش سي سي. تمام، فاذا ما بدهوش بس لان انا عالج نافل، لكن النافل ده بسكر هديه عشان السكر. طيب السايازيليدين دايونز اللي هو منهم البايوبليتازون. البايوبليتازون في تو ستاديز كبار، البيفين ترايلز اللي كانت بتقارنه بفيتامين اي مع البلاسيبو، وفي الاستادي دي اللي كانت 3 سنين عشان الايشو بتاع السيفتي بتاعت البايوبليتازون. الحقيقه كناش ريزوليوشن بيتحسن، لكن كان في نون سيجنيفيكانت امبروفمنت في الفايبروزس. اذا هو بيحسن الانفلاميشن، بيحسن الاستياتوزس، لكن كان ليه سايد افكت مهمه كلنا عارفينها انه بيزود الويت جين. فكان في ويت جين 2.5 كيلو في التو ستاديز دي واللي قبلها بتاعت البيفين ترايل. اذا عشان ادي بايوبليتازون في ناش، الجايد لاينز بتقول ان يتاخد في بايوبسي بروفن ناش ويز دايابيتس او بري دايابيتس، والعيان ده يبقى محتاج مونيتورنج للبادي ويت عشان الويت جين، الليفر انزيمز عشان تديتكت ان في ريسبونس ولا لا، وديكس سكان عشان الريسك اوف اوستيوبروزس. طب وات اباوت الدي دي بي 4 انهيبيتور؟ حقيقه ما فيش ستادي ذاكره ان الدي بي 4 انهيبيتور عمل هيستوباثولوجي وشاف اذا كان بيحسن ولا ما بيحسنش. الكلام كله ان في تحسن للليفر انزيمز، لكن الدي دي بي 4 انهيبيتورز بتظبط عيانين السكر وتولربل في عيانين الليفر، فما فيش مشكله خالص ان احنا نستخدمهم كمانجمنت للدايابيتس. الليرا الليراجلتايد الحقيقه ليه اللين ترايل ال 1.2 لمده 48 اسبوع، ودي راندومايزد فيس 2 ترايلز. حسن ايه من البارامترز دي؟ بيحسن الناش ريزوليوشن، لكن الفايبروزس امبروفمنت اولزو صحيح احسن في الليرا، لكن البي فاليو بتاعته مش سيجنيفيكانت. لكن حاجه مهمه برغم انه ما حسنش الفايبروزس، ان البروجريست السيروزس اقل كتير في اللي خدوا الليرا كومبيرد للبلاسيب. اذا الليرا ليه بينيفيشال افكت، هيظبط سكر وبتوع السكر كلهم عارفين بنفعه، لكن كمان as regard the non-alcoholic fatty liver disease بيحسن الناش الانفلاميشن، بيحسن البروجريشن، بيقلل البروجريشن للفايبروزس والزون، هو ما بيعملش سوري بيقلل البروجريشن لكن ما بيعملش ريجريشن للفايبروزس. ودي ترايل تانية برضو على الليرا اللي هي ليرا نافل، ده بيقارن هو نفسه بنفسه، مش راندومايز كنترول ترايل، وما فيهوش بايوبسي، ده عباره عن ايميجنج بيشوف بيحسن كميه الفات ولا لا بعد 6 شهور من العلاج بالام ار سبكتروسكوبي اللي كنا لسه بنقول ان ده الموست سنسيتيف انه يشخص في كميه فات قد ايه. فلقوا ان في اكتر من 31% ريدكشن في كميه الفات ريليتيف ريسك ريليتيف ريدكشن في العيانين دول. السيماجلوتيد ده اكتر اللي لسه الاستادي بتاعته طالعه، بيحسن بالدوز العاليه اللي هي 0.4 ده سبكوتينيوس تمام versus البلاسيبو as regard الناش ريزوليوشن، لكن لو as regard الفايبروزس ما حسنش الفايبروز. تمام، نيجي الاس جي ال 2 انهيبيتورز. الاس جي ال 2 انهيبيتورز ما فيش فيهم برضو بايوبسي، ما فيش فيهم هيستوباثولوجي كارين بي، لكن ده برضو اعتمد على الايمجينج وان اوف ذا سنسيتيف ايمجينج البروتون دينستي فات فراكشن لمده 20 اسبوع، قارن العيانين اللي خدوا الامبا ادد للستاندرد اوف كير كان فيهم التحسن في الاستياتوز. تمام،
وكمان الليفر انزيمز كاند بوينتس اتحسنت في العيانين اللي خدوا امبا كومبيرد للي كملوا. اذا الاستاديز اللي على الاس جي ال 2 بيحسن الليفر انزيمز. ما عنديش هيستوباثولوجي اقدر اقارن بيه، ما فيش راندومايز كنترول سايت. في واحده اون جوينج دلوقتي تخلص في 2022 على الدابا اسمها الدين ترايل، دي هيبقى فيها هيستوباثولوجي وهتقول لنا فعلا اذا كان بيحسن ده ولا لا. دي ستاديز اون جوينج على الاس جي ال 2. طب دي ادويه السكر اللي ممكن نختار منها العيان، هل بقى في دراجز تارجت الناش نفسه؟ الحقيقه الدراجز اللي بتارجت الناش نفسه اللي عليها اللي ابروف يعني اللي هي مش اف دي ابروف ده برضه، لكن هي بالسوسايتيز ريكومندد، ده اوف ليبل السوسايتيز هي اللي بتريكومند الادويه دي اللي هي الفيتامين اي والبايوبليتازون. الامريكان بتقول لك لازم تعمل بايوبسي عشان تدي الادويه دي سواء فيتامين اي او البايوبليتازون. الايزل والابازل الاثنين ما بيشترطوش انك تعمل بايوبسي في الفيتامين اي، لكن بتريكومند بايوبسي في البايوبليتازون. والفيتامين اي الحقيقه الدوز ما تعديش ال 800 لان في كونسيرنز كتيره عليها اللونج تيرم يوز. اذا ما عندناش اف دي اي ابروفد تريتمنت الفيوتشر هيبقى جايب لنا ايه؟ دي ادويه كتيره جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في البايب لاينز، بيشتغل على الميتابوليك باس واي، بيشتغل على الانفلاميشن باس واي، على الفايبروزس وكل ده. الحقيقه اللي كانوا وصلوا الفيس 3 كانوا ست ادويه. ليه ست ادويه كانوا مطلعين في فيس 2 ترايل تحسن في الفايبروزس خمسه منهم وتحسن في الناش ثلاثه منهم، لكن للاسف في فيس 3 اللي بقى هيبقى مور برولونجد الثلاثه دول وقفوا الفايبرنور يعني على كذا ميكانيزم لانهم ما حققوش التارجت بتاع الاف دي اي ان بتقول ان لازم يحصل برايمري اند بوينت بتاع اي دواء عشان يطلع يا يعمل ناش ريزوليوشن من غير ما يحصل ورسننج للفايبروزس يا يحصل فايبروزس ريجريشن من غير ما يحصل بروجريشن للناش. دول في فيس 3 برغم انهم كانوا فيس 2 كويسين للاسف ما حققوش ده في فيس 3. اللي مكملين دلوقتي في فيس 3 هم ثلاثه، الاوبتيكوليك اسيد اعتقد انتوا سمعتوا عنه لانه اوريدي موجود في مصر. اول سنه ونص منه اللي كان بيتعمل فيه بايوبسي في البيز لاين وعند سنه ونص طلعت نتائجها انه بيحسن الفايبروزس لكن ما بيحسنش الناش ريزولوشن، لكن الاستادي لسه اون جوينج مكمله ست سنين قدام عشان يشوف اللونج تيرم اوتكم بتوع العيانين دول هيحسن الليفر اوتكم ولا لا. الدواء الثاني واللي انا اعتقد ان ده اكتر واحد بروميسنج فيهم اللي هو بيشتغل على الثايرويد هرمون ريسبتور. في كمان محاولات قديمه ان نستخدم الثايرويد هرمون ريسبتورز لعلاج النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، لكن العيانين دول حصل لهم سايد افكت على الهارت التاكيكارديا فبالتالي طلعوا دواء بقى اللي هو ده اللي هو ريزميثيروم دوت بيشتغل على البيتا ريسبتور بتاعه الثايرويد هرمون، ملوش اي افكت على الالفا ريسبتور وبالتالي ملوش الكاردياك افكتس اللي كانت مع الثايرويد هرمون ريسبتور. والحقيقه برضو الاستاديز اللي فيها بايوبسي زيرو على البيز لاين وبعد 12 اسبوع من استخدامه حسن الاثنين، حسن الناش وحسن الفايبروزس وكان كمان حسن الليبيد بارامتر قلل ال دي ال. الاستادي لسه مكمله اربع سنين ونص عشان نشوف الليفر اوت كم ترايل. في واحد تاني بيشتغل على الليبيد ميتابوليزم اللي هو الارم كول 300 وده برضو اون جوينج فيز 3. اذا عندنا طول المراحل او كل الستيجز بتاعه النفل لازم نعمل لايف ستايل موديفيكيشن وندي كل الميتابوليك ريسك فاكتور تتظبط، سكر يتظبط، ديسليبيديميا تتظبط، ضغط عيان يتظبط، بودي ويت يتظبط. بعد كده في المستقبل هيبقى عندنا ادويه تشتغل على مرحله الناش هنستخدمها في المرحله دي، في ادويه اللي هتحسن الفايبروزس هنستخدمها في المرحله دي. اذا المايتيك هوم مسج لحضراتكم زي ما حضرتك مريض السكر بتدور له عند حصل له ريتينوباثي ولا لا، بتروح تشوف حصل له مايكرو البيبنوريا ولا لا، عنده كاردياك افكشن ولا لا، بليز تشيك واعمل سكريننج العيان ده عنده ناش ولا لا. شكرا جزيلا. هو ان شاء الله النهارده هنتكلم على الثايرويد كده بكل المواضيع بتاعتها، هيبقى نيكست بقى يبقى اول بتاع تمام. الثايرويد هي عباره عن اكسس شغاله، في عندنا ثلاثه اكسيز جوه الجسم بتاعنا. بالنسبه للثايرويد هي واحده منهم، الثاني اللي هو الجونات، الثالث اللي هو انا نسيت هفتكر دلوقتي. المهم ان الثايرويد واحده من
من الثلاثة اكسس اللي شغالة معانا. يعني هنا بيبقى في الهاير سنترز بتاعت البرين هي بتعمل كنترول على الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بيطلع السيروتروبين ريليزنج هرمون، بيروح يعمل ستيميليشن او كنترول على البيتيوتري. البيتيوتري بتروح على الثيرويد جلاند تطلع الهرمونز بتاعتها. هنا بقى فكره الاكسس ان هو ما يبقاش الثيرويد ديت لايبريتد في الجسم، لان الاكشن بتاعها بيبقى صعب جدا وتخلي الجسم كله يبقى متجنن كده منه، فبتروح عامله نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على البيتيوتري وعلى الهايبوثالامس. هنا اول حاجه عندنا بتطلع الثيروتروبين ريليزنج هرمون، ده بتاع الهايبوثالامس، هيروح على البيتيوتري يقول لها تطلع التي اس اتش. التي اس اتش هيروح رايح على الثيرويد جلاند هيطلع التي 3 والتي 4. التي 3 والتي 4 هتروح رايحه عامله نيجاتيف فيدباك انهبيشن على التي اس اتش وعلى التي ار اتش، ده في الهيلثي بوبيوليشن. بعد كده هنشوف احنا بالنسبه للديزيز الموضوع هيمشي ازاي. اتفضل حضرتك النكست. هنا بالنسبة لنا التي 3 والتي 4 لما بتطلع، طيب السؤال اللي لسه متقال دلوقتي هو احنا المفروض هنطلب ايه للعيان؟ طب ايه هم الثيرويد هرمونز اللي بتبقى موجودة؟ التي ار اتش ملوش كيتس وما بيطلبش، التي اس اتش ده الجولدن ستار بتاعه، بعد كده بتدور على التي 3 والتي 4، بعدين الفري تي 3 والفري تي 4، بعدين ريفرس تي 3، وبعدين تدور على البروتينز، وبعدين تدور على الاوتو اميون هيباتيتس لو لزم الامر. خلينا الاول خالص في الاستعراض الثيرويد فانكشن العاديه خالص. ايه اللي المفروض يطلب؟ هيطلع بعد كده التي 3 والتي 4 من الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند بيبقى فيها تو تايبس من السيلز، فيها الفوليكيولر سيلز دي اللي بيبقى فيها التي 3 والتي 4 اللي محطوطين جوه الكولويد اللي هو الثيروجلوبين، معاهم الايودين ومعاهم التيروزين الامينو اسيد، دول اللي بيصنعوا المت والدات البريكيرسور بتوع التي 3 والتي 4 اللي بعد كده بيطلع اون ديماند لما التي اس اتش يشتغل عليه. التي 3 والتي 4 لما بتخرج في الجسم بتخرج فيه مننا في منها نوعين، في التي 3 والتي 4 ده اللي هو بيبقى بروتين باوند، بيمسك فين؟ بيمسك في الثيروجلوبولين بايندينج بروتين، ده مينلي بنسبه اكتر من 90%، وبيمسك في البري البومين اللي هو ثيروكسين بايندينج بري البومين، وبيمسك كمان في الالبوم. البري البومين الالبوم نسبه مئويه بسيطه جدا، يبقى اكتر حاجه عندنا التي بي جي اللي هو ثيروكسين بايندينج جلوبولين، هيمسك فيه بشكل قوي جدا. هيطلع ايه؟ هيطلع تي 3 وتي 4 بنسبه 99% البايندنج وكسر، اقل من 1% هو اللي هيبقى الفري تي 3 والفري تي 4، دول البيولوجيكال اكتيف فورم، والباقي هيبقى ماسك في البروتين باوند. لما تيجي تطلب حضرتك الثيرويد بتاعك هتطلب ايه؟ تطلب الفري ولا تطلب ال تي 3 والتي 4 اللي هو الباوند؟ نيكست. هتطلب ايه؟ هتطلب وكيف تطلب التي 3 والتي 4؟ احنا لحد دلوقتي لسه في بعض الدكاتره بتبعت لنا بيقول لك انا عايز تي اس اتش وتي 3 وتي 4، في دكاتره ثانيه بتطلب تي اس اتش وفري تي 3 وفري تي 4. لو انت طلبت التي 3 والتي 4 هو صح، ولكن انت اعتمدت على البروتين باوند. البروتين باوند ده ممكن يبقى افكتد بحاجات كتيره خالص، ممكن دراجز تاثر عليه تعليق او توطيه، البريجننسي، كونتراسبتيف بيلز، الاستروجين، ممكن كمان من نيوتريشن، الليفر سيروزز. طب ليه؟ لان هم كل دول البروتين ده بيطلع من الليفر. فلو انت عندك اي فاكتور في موضوع البروتين باوند ده هياثر على هيأثر على البايندنج بتاع، يبقى المفروض ان لما تيجي تطلب الفريهان اللي هو البيولوجيكال اكتيف فورم اللي بيبقى كميته قليله جدا. ده من كرم ربنا ان الكميه قليله، لان الجسم لا يتحمل الفريتي 3 والفريتي 4 بالشكل الجامد بتاعه. هنا عندنا الثيرويد جلاند
الرسمه بتاعتها عامله زي الباتر فلاي، هي على اليمين وعلى الشمال، وفي النص بيبقى فيه موجود اثمس كده بيقسم ما بينهم، واحيانا عند بعض الناس يبقى فيه بيراميدال لوب كده من فوق، يبقى ده الشكل العام بتاع الثايرويد جلاند، وبتبقى نازله لحد تحت شويه بيبقى معاها ثايروجلوسال داكت بتوصل لحد قبل الاسوفيجس. المفروض ان الثايرويد جلاند فيها الفوليكيولار سيلز وفيها البارا فوليكيولار سيلز. الفوليكيولار سيلز اللي بتطلع التي 3 والتي 4، البارا فوليكيولار اللي بتطلع الكالسيتونين اللي هو رابيد لورينج كالسيوم ايجنت، يشتغل سايد تو سايد مع الباراس هرمون. طيب ده مش ده موضوعنا، نيجي على التي 3 والتي 4. بيخرج التي 3 والتي 4 بيطلعوا من الثايرويد جلاند. نيجي نوت عند التي 4. التي 4 ده له لقب لوحده كده بيتسمى البرو هرمون. هو مين فيهم البيولوجيكال اكتيف فورم اللي اكتر، التي 3 ولا التي 4؟ برغم ان التي 4 البرو هرمون الا ان التي 3 4 تو 5 تايمز بيولوجيكال اكتيف عن التي 4. طب ليه؟ لان زي ما البيكتشر هنا بتقول ان التي 4 لما بيطلع بيتعرض الى دي ايودينيشن عن طريق البريفرال كونفرجن بتاع ليفر والكيدني مينلي، ويروح مدي تي 3، فيبقى تي 3 كانها بتطلع من تو سايتس، بتطلع من الثايرويد وبتطلع من البريفرال كونفرجن في الليفر والكيدني بتاع التي 4، والتي 4 بيتحول يدي تي 3، بيروح مطلع حته كده صغيره اسمها ريفرس تي 3. هي ميتابوليكالي ان اكتف ولكن مشاكلها كتيره. اذا ديت عليت بتلخبط الدنيا خالص في الثايرويد، ليست لها كيتس موجوده، يبقى الكيتس اللي موجوده وهتطلب بسهوله جدا ان حضرتك هتطلب التي اس اتش، هتطلب ممكن التي 3، التي 4، الفري تي 3، الفري تي 4. طب ماشي، احنا اتفقنا دلوقتي ان الاحسن خالص ان احنا هنطلب الفريهات مع التي اس اتش، تمام كده. النكست هنا هو نفس الكلام زي اللي فات كده، اللي هو الجزء الصغير خالص اللي معلم كده بازرق وباخضر، يبقى دوت اللي هو الجزء البيولوجيكال اكتيف فورم اللي اقل من 1% ماسك فيه، هو دوت اللي بيبقى ليبريتد، والتاني بيبقى أكتر من 99% اللي بيبقى بروتين باوند مينلي للتي بي جي. نكست. هنا النورمال ثايرويد فانكشن بتاعتنا، ان انت حضرتك تعمل الثايرويد وتلاقي التي اس اتش نورمال والفري تي 3 نورمال والفري تي 4 نورمال، يبقى هنا في اكوليبريم بين الاكسس وبعضه ماشي مع بعضه كده، يبقى التي ار اتش بيطلع مظبوط من الهايبوثالامس والتي اس اتش بيطلع مظبوط والفري والبروتين باوند طالع بالكميات المظبوطه. المفروض ان احنا نعمل كل ست شهور لنفسنا وللجنرال بوبيوليشن، في بعض الناس بتقول كل سنه، ان انت تعمل تشيك على الثايرويد، ما تستناش لما يبقى فيه سيمتومز. نكست نكست يا منز، نكست يا منز. طيب هنا بيشرح بيقول الهايبر ثايروديزم والهايبو ثايروديزم. الهايبر والهايبو، دايما الثايرويد جلاند عكس الكلام اللي بيتقال. لو قلنا هايبوثايروديزم يبقى انت حضرتك عندك التي اس اتش هتبقى عاليه والفريهات هتبقى واطيه. الهايبر ثايروديزم هتلاقي التي اس اتش يبقى واطي والفريهات تبقى عاليه. بس انا عامله لها الحقيقه بروفايل كده لوحده، يعني هيوضح اكتر من كده. هنا الكوزز بتاعت لو هيطلب البروتين باوند لوحده، ممكن تعمل وتلاقي مثلا عندك التي 3 لوحده عالي. تي 3 لو هتشتغل على البروتين باوند تلاقي تي 3 لوحده عالي، بفكر في جريفز ديزيز. طب لو عملت التي 4 ممكن يبقى يا اما ميديكيشن بتعلي التي 4، يا اما ممكن ما يكونش فيه بريفرال دي ايودينيشن فما عملش كونفرجن للتي 4 ان هو يتحول الى التي 3.
عشان كده يبقى يستحسن ان حضرتك تطلب الفريهات، مش هيبقى فيها خالص اللخبطه دي كلها. النكست. هنا السيمتومز طبعا يعني بتالي حضراتكم عارفينها احسن مني كناس في البطن، يعني السيمتومز بتاعت الهايبوثايروديزم والسيمتومز بتاعت الهايبرثايروزم دي، مش عشان ما نطولش فيها. نكست هي واللي بعدها، برضو اللي بعدها. هنا التي اس اتش دايما بيسموه كده في الكتب الجولدن ستار. هل ممكن انا اعمل للعيان تي اس اتش بس لوحده كده واشخص بيه؟ ساعات انا بشوف كده في اللاب يجي لنا تي اس اتش بس. هو ينفع لو العيان بيعمل سكرين، زي مثلا الناس اللي هتيجي تاخد الانترفيرون كان زمان كان لازم يشوف له بس الغدد، فكان يكتفي قوي ان التي اس اتش يشوفه، لكن ده مش صح، لان ممكن يكون التي اس اتش لوحده نورمال ولكن الفريهات بايظه خالص او البروتين باوند بايظ خالص. السكيل ده هو حلو كل حاجه، بس يعني هيتوضح اكتر بتفصيص شويه عن دوت بدل ما يبقى دوت صعب شويه كده. نيكست. برضه نيكست، يعني في حته كده احسن من كده. السب كلينيكال ثايرويد ديسفانكشن، حضرتك دلوقتي ممكن يبقى عندك مفيش سيمتومز واضحه عند العيان، وبعدين تيجي تعمل له ثايرويد تلاقي التي اس اتش مع الفريهات في بدايه لخبطه. ممكن تلاقي التي اس اتش نورمال والفريهات عاليه، ممكن تلاقي التي اس اتش نورمال والفريهات واطيه، ممكن تلاقي التي اس اتش والفريهات كلهم ملخبطين خالص مع بعض. طب ازاي هتقدر تشخص وتوصل للتشخيص وهم ماشيين عكس بعض؟ الهايبر والهايبو عكس بعض. يبقى النكست. انا عايزه بس ممكن تمشي، ممكن كمان تمشي عشان ما اجي الانتربريتيشن هي توضح اكتر من كده. نان ثايرويدال النس، الديزيز ده مهم جدا وكتير جدا من بعض الاساتذه مش بتاخد بالها منه. نان ثايرويدال النس هنا يعني بالعربي كده الثايرويد مش عيان، هو الجسم فيه مشكله فمأثر على الثايرويد. صلح المشكله تصلح على طول الثايرويد. نان ثايرويدال النس من اسمها كده، يعني معناها العيان ده متعرض يا اكيوت يا كرونيك ستريس من اي نوع، اي ديزيز، اي سيرجري، اتعرض لمايوكاردال انفاركشن، دخل العنايه، الكورونا، كل اي حاجه من الحاجات دي، او سيرتن ميديكيشنز معظمها فينيتوينز معظمها ليثيوم، الحاجات بتاعه الناس الدايابيتكس دي برضو مجرد ما الديزيز ده هو نفسه اتصلح الثيرويد على طول بترجع تاني نورمال. يبقى هنا مفيش ديزيز في الثيرويد نفسه. اللي بعده. طب اللي بعده كمان، عشان دي هي نفس اللي انا قلته. كمان اللي بعده عايزه اوصل بس عند الانتربريتيشن، يعني ممكن تمشي ده ونرجع له تاني. لا اللي بعده كمان، اللي بعده برضو. طب اللي بعده الانتربريتيشن بقى هنخش على طيب ازاي تقرا حضرتك الثايرويد بروفايل. هنا ده كده انا اخترت ان يبقى ايه الفريهات، فعملتها كلها بالطريقه دي. تلاقوا حضراتكم كده 13 كيس انا حطاهم بالمنظر ده. التي اس اتش هنا نورمال والفريهات نورمال، يبقى دوت نورمال بروفايل. نورمال بروفايل ده بس نستوب عنده شويه. لو حضرتك اول مره العيان ده ما تعرفش عنه ان اي حاجه وجالك بالمنظر ده خلاص هتعتبره نورمال، لكن ممكن يكون هو نورمال بس اندر تريتمنت وبدا يدخل في النورماليتي شويه ويرجع تاني يبقى نورمال على حسب الدوزز وعلى حسب هو بياخد ايه. النكست. هنا العنوان بيقول ايه؟ برايمري هايبرثايروديزم، يعني معنى كده ان في سكندري. برايمري هايبرثايروديزم يعني معناها الثايرويد جلاند هي اللي افكتد. في عندنا برايمري هايبرثايروديزم وبرايمري هايبوثايروديزم. لو البيتيوتري هي اللي افكتد يبقى سكندري هايبرثايروديزم وسكندري
هايبوثايروديزم هو انهي الاصعب وانهي الاوحش في الدياجنوزس. البرايمري اسهل برغم ان هو سخيف جدا في العلاج بتاعه، انما السكندري كده انت بتقول ان ده عنده بيتيوتري ادينوم، فالسكندري صعب، وصعب في اللاب علينا لما بنيجي نطلعه ونحن بنبقى عارفين ان دوت كده بيؤدي للبيتيوتري ادينوم، والعين ده احتمال يبقى جاي يا اما عامل ام ار اي يا اما لسه ما عملش. برايمري هايبر ثايرويديزم يعني معناها الثايرويد جلاند نفسها هي اللي ديزيزد والبيتيوتري ما فيهاش مشكله، يبقى هنا هيطلع التي اس اتش بتاعنا مش عارف يطلع. تي اس اتش بيطلع نورمال، هو بيطلع نورمال بس الفريهات لان الجلاند هي اللي متاثره عاليه، فتعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على التي اس اتش هتخليه يبقى واطي. من هنا جت التسميه عكس اللاب اللي بيطلع، وده اللي بيعمل لخبطه كتير مع ناس كتير. يبقى هو هنا الفريهات عليت نتيجه للديزيز مع النيجاتيف فيدباك انهبيشن العادي خالص بتاع الاكسس النورمال اللي بيحصل وطت التي اس اتش، فهنا بقت الافكشن في الثايرويد جلاند. اللي بعده برايمري هايبوثايرويديزم نفس القصه، هنلاقي ان هو برضه الثايرويد جلاند افكتد، التي اس اتش بيطلع عادي، فالمفروض ان هو بيعمل استيميليشن للثايرويد جلاند علشان تطلع، هي ما بتطلعش فما فيش نيجاتيف فيدباك انهبيشن، فالتي اس اتش بيبقى عالي والفريهات بتبقى واطيه. فالهايبوثايروديزم التي اس اتش عالي والفريهات واطيه. اللي بعده سب كلينيكال او كومبنسيتد هايبرثايروديزم، تلاقي حضرتك التي اس اتش بتاعك نورمال والفريهات عاليه، هو هنا دي من اسمها كده، في بعض الناس تقول عليها سب كلينيكال، بعض الناس تقول عليها كومبنسيتد، يعني معناها ان هنا عندنا هايبرثايروديزم، العيان ده يا اما لسه في الاول خالص بيتشخص، لسه في البدايه ما دخلش في السيمتومز الكتيره الشديده بتاعت الهايبرثايروديزم، يا اما ان العيان ده اندر تريتمنت وفي طريقه ان يبقى كنترول، فالفريهات بتبقى عاليه والتي اس اتش بيبقى نورمال. هو بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن ولكن مش بالقوه الكامله اللي هو يخليها زي البرايمري ان هي تبقى التي اس اتش متاثره من النيجاتيف فيدباك انهبيشن فيبقى واطي زي البرايمر البرايمري هايبرثايرويديزم. اللي بعده تلاقي اللي بعده next subclinical او compensated hypothyroidism، تلاقي حضرتك الفريهات واطيه، نفس الكلام الفريهات واطيه والتي اس اتش بتاعنا نورمال. اللي بعده subnormal thyroid status، subnormal كده من اسمها، اول ما تلاقي subnormal thyroid status فكر على طول في التي اس اتش، هتلاقي الفريهات هنا نورمال والتي اس اتش واطي، لسه حاله يعني هتشاور عقلها انها ممكن تبقى هايبوثايروديزم ممكن، بس الفريهات برضو يبقى هنا في الحاله دي ما تلاقيش العيان عنده سيمتومز قويه جدا، ممكن يبقى ديسكفرد اكسيدنتالي، يعني رايح ياخد ادويه وميديكيشن، الدكتور عايز يعرف الثايرويد بتاعته شكلها ايه فيلاقي بالمنظر ده، يبقى سب نورمال ثايرويد ستيتس. ده بقى بيتابع معاه كل 3 شهور يقول له برضو اعمل لي الثايرويد على بعضه. اللي بعده حضرتك كيس اللي بعده الايوثايرويد، ايوثايرويد 6 سندروم، ده اللي هو اللي بيمثله النون ثايرويدال إلنس، اللي هو قلنا ان الثايرويد مش عيانه، هو الجسم اللي فيه مشاكل بس اثرت على الثايرويد، تلاقي الدنيا بقى ملخبطه ملهاش رولز خالص، تلاقي هنا الفري تي 3 واطيه، الفري تي 4 عالي، التي اس اتش نورمال، ما هو ممكن يبقى فيه دراجز، ممكن يبقى فيه اكيوت او كرونيك ستريس بيتاخد عليها برضو دراجز، فتلاقي بقى هنا دي هتلاقيني انا حاطه اكتر من حاله للايوثايرويد. اللي بعده يعني بص حضرتك دي عامله ازاي؟ دي اللي بعده صح؟ دي اللي بعدها مش كده يا منزل؟ لا في واحده قبلها، هنا العكس،
الفريات الفري هنا فري تي 3 عاليه، فري تي 4 واطيه، والتي اس اتش نورمال، لخبطه برضو. اللي بعده بقى انا جبت بقى اللخبطه كلها حطيتها في دي، انا بشوفها كتير جدا في اللاب، تلاقي الفري ممكن يطلع واطي وعالي ونورمال، الفري تي 4 عالي وواطي ونورمال، التي اس اتش نورمال وعالي وواطي. انا يعني كل خط مع بعضه، يعني فري تي 3 واطي مع فري تي 4 عالي مع تي اس اتش نورمال، وهكذا كده مع بعضيهم ماشيه كده. في الحاله دي كتير بقى بمص نلاقي الدكتور يقول للعيان ايه، لا 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 المعمل ده غلط، وعدها لي في حته تانية. ليه؟ هو الدكتور متعود على البرايمري هايبر ثايروديزم او البرايمري هايبوثايروديزم. في بعض الدكاتره ما بتبقاش عارفه الايوثايرويد، فعلا احنا بنعاني كتير. ساعات في بعض الناس بتروح متصله بينا وتسال هو ازاي طلع كده، نبتدي احنا اللي نساله العيان ده ايه الهيستوري بتاعه، فيطلع فعلا ان هو عنده ايوثايرويد 6 سندروم ديو تو نون ثايرويدال النس والميديكيشن والحاجات اللي بياخدها، ويبتدي الدكتور يقتنع بعض الشيء يعني بالقصه ديت، ويبتدي يبعت العيان ويعيد معاه لحد ما يبتدي العيان يدخل بعد كده يبقى عنده نورمال بروفايل بيطلع. اللي بعده هنا بقى الحالات بتاعت البيتيوتري ادينوما سكندري هايبر ثايروديزم، هنا البيتيوتري افكتد، فالتي اس اتش ده هايبر ثايروديزم، التي اس اتش عالي. ها تفضلي يا فتح. تمام، سكندري هايبر ثايروديزم اللي هي بيتيوتري ادينوم، وسكندري هايبو ثايروديزم اللي هو برضو ديو تو بيتيوتري ادينوم. مفيش كوستين، مفيش حاجه تانية بتعمل كده. هنا حضرتك هتلاقي ايه، كله عالي، هي مش محفوظة حفظ، هي دلوقتي البيتيوتري بايظة خالص، فطلعت التي اس اتش عالي والفريهات عالية، ومش عارفة تعمل الفريهات لما عليت مش عارفة تعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن، لأن البيتيوتري أدينوما عمالة بتلايبريت، تي اس اتش عالي جدا. نفس القصة العكس بالعكس في اللي بعده بقى منذر، اللي هي السكندري هايبوثايروديزم. اللي بعدها تلاقيها كلها واطي، احيانا بعض الناس كده من زمان كانوا بيحفظوها حفظ كده، كله واطي يبقى سكندري كله عالي. لا، ما انت برضه تبقى فاهم، لو انت فاهم الاكسس النورمال اكسس ان في نيجاتيف فيدباك انهبيشن، هتلاقي الموضوع سهل، ان برضه احيانا دي ما بتجيش كده، ممكن تلاقي الفري تي 4 يبقى نورمال، ممكن تلاقي الفري تي 3 يبقى نورمال، هو بقى بياخد علاج ولسه هيبتدي الايه يعني اول مره ديسكفرد، او هو بياخد علاج والادينوما ممكن تكون بتزيد اكتر من كده، على حسب بقى السي تي بتاعه وحسب الدكتور بتاعه ما مشخص ايه معاه يعني. اللي بعده بقى التي 3 ثايروتوكسيكوزز، هتلاقي حضرتك تعمل البروفايل ده، هتلاقي التي اس اتش واطيه، وهتلاقي الفري تي 4 نورمال والفري تي 3 عالي، ده يعني محفوظ كده معروف كده كويس جدا، هو الحاجه الوحيده اللي تلاقي فيها الفري تي 4 يبقى نورمال في وسط اللخبطه ما بين التي 3 ثايروتوكسيكوز. طبعا ده المرض الشهير كان بتاع ام كلثوم الله يرحمها، اللي هو بيبقى فيه الاكس اوف سالموس اشهر حاجه موجوده، بتلاقي الفري تي 3 عاليه جدا، يعني عاليه ممكن 3 ل 4 فولد، والفري تي 4 نورمال، والتي اس اتش واطيه، لان هي نوع من انواع الهايبر ثايروديزم. في بقى عندنا الموضوع ان انت تقيس مثلا الثايروجلوبولين، هو انا بس مش محطوط كان في السلايدز اللي قبل كده، بس انا هقوله عشان ما نرجعش تاني. اما تيجي حضرتك عايز تقيس الثايروجلوبولين، الثايروجلوبولين ده عباره عن هرمون ثايرويد هرمون ريليتد بروتين، ده اللي بيبقى موجود جوه الفوليكولر سيلز اللي بيحتفظ جواه التي 3 والتي 4 والايودين اللي هو اسمه الكولويد. الثايروجلوبولين ده لما بيتقاس عشان يتشاف هو الكميه بتاعته قد ايه، هل هو عالي ولا واطي. غالبا لو هو عالي بيفكر الدكتور في مالجنسي، بس لازم طبعا
يعمل بقى راديولوجيكال انفستيجيشن والكلام ده عشان ياكد على الثايرويد. لو هو واطي معناه ان في ديستراكشن للفوليكولار سيلز وان هو مش موجود. في حالات الاوتو اميون ثايرويدايتس بيطلب دايما الانتي ثايروجلوبولين والانتي مايكروزوم الانتي بادي او الانتي بيركسيديز انتي بادي. يبقى كده هو دوت الموضوع بتاع كل الحاجة اللي تخص الثايرويد. يبقى ايه في الاخر لما نجمع الثايرويد؟ لو عيان جاي لك بشوية سيمتومز مش مطلوب الا ان هيتعمل التي اس اتش والفري تي 3 والفري تي 4. لو العيان شاكك بشوية انفستيجيشنز ان هو داخل في اوتو اميون او هو عنده يكون اوتو اميون ديزيز اني هاو فشاكك انه ممكن يكون في افكشن سكندري على الثايرويد هتطلب التي جي ممكن الثايروجلوبولين وممكن تطلب الانتي ثايروجلوبولين وتطلب معاه الانتي مايكروزوم الانتي بادي. المفروض لو احنا عندنا الكيتس بتاعه ريفرس تي 3 هتحل على طول الايوثايرويد لان هي بتطلع عاليه لان لما بيحصل بريفرال دي ايودينيشن بتاع الكونفرجن بتاع التي 4 بيتحول فبدل ما يتحول كله لكميه تي 3 وشويه ميتابوليكالي ان اكتف ريفرس تي 3 روح محول الكميه كلها للريفرس تي 3 فديت برضو لما بتبقى ليبريتد في السيركيوليشن بتلخبط هي نفسها بتلخبط الثايرويد هرمونز. عشان كده قلنا ان الايوثايرويد 6 سندروم او النون ثايرويدال ايلنس دوت نوت ا ديزيز في الثايرويد جلاند ولكن هو ديزيز في الجسم نفسه مجرد ما بيتصلح الحاجة كلها يعني الثايرويد نفسها بترجع تاني نورمال. بس شكرا ميرسي جدا. دي بقى هي نفس ال 13 كيس اللي اتعملوا اللي انا قلتهم دلوقتي انا لميتهم كلهم وجمعتهم في ورقه مجمعه عشان تبقى الدنيا اسهل شويه بدل ما هي عماله بتنزل ايه كل كيس كانت في سلايد بقت كده كلها في ورقه مجمعه يعني تبقى سهله على حضراتكم. ميرسي جدا.